نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي السنوي لمملكة البحرين للعام 2019 عبر موقعها الإلكتروني، حيث تناول التقرير أحدث البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بمختلف جوانب الاقتصاد في المملكة، كما واشتمل على أهم المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية. وبيّن التقرير استمرار النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، مدعوماً بتطبيق الخطط الاقتصادية الواعدة التي جاءت ضمن إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وعكست مؤشرات الأداء نمو الناتج المحلي الإجمالي في مملكة البحرين في العام 2019 بنسبة 1.8% على أساس سنوي، متماشيا مع معدل النمو السنوي المسجل في العام 2018، حيث انتعش القطاع النفطي مسجلا معدل نمو بلغ 22%، في حين حقق القطاع غير النفطي نسبة نمو بلغت 1.7% مقارنة بالعام 2018. وعكست المؤشرات استمرار الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، ما أسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي في المملكة، حيث سجل قطاع الفنادق والمطاعم النمو الأسرع بين القطاعات غير النفطية في العام 2019 بنسبة نمو سنوية بلغت 6.8%، وشكلت الزيادة في أعداد الزوار عبر جسر الملك فهد دورا مهما في انتعاش القطاع، إلى جانب ارتفاع أعداد القادمين عبر مطار البحرين الدولي. من جانب آخر، ارتفع متوسط مدة إقامة الزوار، كما ارتفع كذلك متوسط الإنفاق اليومي للزائر، وبلغت نسبة الإشغال لفنادق الخمس والأربع نجوم 52% و49% على التوالي خلال العام 2019. وحقق قطاع الخدمات الشخصية والاجتماعية ثاني أعلى نسبة نمو بلغت 2.9% مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات الفرعية، وهي قطاع الخدمات التعليمية الخاصة وقطاع الخدمات الصحية الخاصة، في حين سجل قطاع البناء والتشييد نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 بنسبة بلغت 2.6%، وسجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً مبهراً في النصف الثاني من العام 2019، محققا نموا سنويا في نهاية العام 2019 بنسبة 1.6%، مدعوما بتدشين خط الصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين ألبا. وبالنسبة لمساهمة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فقد احتل قطاع المشروعات المالية المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.5%، وقطاع الخدمات الحكومية بنسبة 11.8%. وعكس التقرير استمرار إنجاز المشاريع التنموية في المملكة خلال العام 2019، ومنها المشاريع تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي، ومن أبرزها الانتهاء من بناء 1560 وحدة سكنية في مدينة خليفة، ومشروع تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح. كما شهد القطاع النفطي العديد من الإنجازات، من أهمها إتمام 40% من مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين بابكو، والمتوقع إنجازه في عام 2022.